نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يا شيخ نحبك في الله، أحبكم الله الذي أحببتنا فيه. ثانيا أنا بعت لشخص سيارة وبقي لي عنده 5000 ولها كم سنة واختفى الشخص ما أدري وين هو، فهل أزكي عنها؟ لا. الدين اللي على معسر ليس فيه زكاة إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة، والآن ما دمت لا تعرف أين ذهب الرجل فليس عليك زكاة.